طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود لكم. نلفت عناية مشاهدين الكرام إلى أن قناة الرافدين الفضائية ستبث على نظام HD وعلى التردد نفسه 1.0727 وعلى مدار النايل سات اعتبارا من الأول من شباط عام 2022، وأن البث على نظام SD سيتم إيقافه في 28 من شباط عام 2022. نعم، مثل ما شفنا في المقطع البرومو السابق بأنه إن شاء الله من يوم 1/2 راح يصير البث في قناة الرافدين على نظام الأجدي، ونظام الأزدي سوف يتوقف اعتبارا من 28/2 نهاية شهر 2. فإن شاء الله يعني نرجو من حضراتكم تغيير الجهاز، جهاز الاستقبال، إلى نظام الأجدي. لماذا تهدد بعض القوى والميليشيات السلم الأهلي في العراق؟ لماذا يتحدث أعضاء الإطار التنسيقي عن خطورة السلم الأهلي؟ لماذا تربط بعض القوى والميليشيات كما أشرنا بين الانتخابات ونتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة وبين السلم الأهلي؟ هذه الكيانات السياسية والأحزاب المعترضة على الانتخابات في العراق تهدد اليوم السلم الأهلي وتحذر من انهيار السلم الأهلي. الانتخابات اللي صارت ب 10 أكتوبر من تشرين الأول من العام الماضي طبعا تهدد السلم الأهلي بالملف الأمني وانهيار السلم الأهلي. يعني على سبيل المثال، تحدثت النائبة عالية نصيف حول تهديد السلم الأهلي وقالت بأنه شركائنا بالوطن من المكون السني والشيعي أحدثوا الشرخ. خلونا نشوف ما صرحت به عالية نصيف ونرجع لكم. اليوم أنا كعالية نصيف جاسم أحمل المسؤولية لشركائنا في الوطن من المكون الكردي والسني على مساهمتهم في إحداث شرخ داخل المكون الشيعي، والذي لا كان لا يعمل المكون الشيعي على هكذا أعمال، بل كنا نسمى أم الولد ونعطي التنازلات لكل الطرفين من أجل سير المركب. لذلك أقول يتحمل المسؤولية من ساهم في إحداث هذا الشرخ داخل البيت الشيعي، وقد يحدث قد يسبب هذا الشرخ لا سمح الله إلى دم. ولا يعتقد، خليني أكمل رسالتي، ولا يعتقد بأن كل من المكونين إذا ما حصل دم لا سمح الله بين هذين المكونين وهناك من يحاول يدق هذا الطبول فإن النار سوف تنقلب عليكم. من دفع 41,000 شهيد من أجل حماية مناطقكم سوف يكون له موقف مما يحصل، فلا يرتكبوا هذا الخطأ الكبير في المساهمة في إحداث هذا الشرخ. هذا واحد تهديد، هذا مو تهديد، هذه رسالة تاريخية للتاريخ. أنا أقول كعالية نصيف إحنا اشتغلنا، أنا موجودة بالعملية السياسية من 2003، كان المكون الشيعي حريص على وحدة المكونات الأخرى وحريص على إعطاء التنازلات إلى المكونات الأخرى من أجل أن يمضي مركب الوطن، مركب وحدته. اليوم القوى السياسية مع الأسف تحاول أن تحدث شرخ داخل هذا البيت الذي قد يؤدي إلى تداعيات كبيرة لا تحمد عقباها، وبالتالي هذه التداعيات 100% ينتقل تأثيرها على الشركاء. هذا اللي أقوله. فبالتالي أناشد العقلاء منهم أن يسعوا إلى وحدة البيت الشيعي. يعني قالت بالنص مساهمة المكون الكردي والسني لإحداثهم شرخا بالمكون الشيعي. يعني كان من المفترض أن تسمي كتل سياسية، أحزاب سياسية، وليس المكون بأجمعه، وأنها تهدد بالسلم الأهلي. يعني هذا الربط بين أنه
والله لو ناخذ غزال لو لا، او انه يصير تهديد السلم الاهلي ويصير تفجيرات ويصير يعني انهيار بالملف الامني. وبدت يعني من البارحه تم تفجيرات في بغداد، استهدف تقدم تحالف تقدم وتحالف عزم في بغداد، وكذلك احد مقرات الحزب الديمقراطي. يعني يبدو بانه بالفعل تهديدات واقع يعني حقيقيه على ارض الواقع. زين ليش تشملين مكونات كامله في البلد وعلى الرغم انه ما حد راح للانتخابات، ما وصلت النسبه الى 12-15%، ما وصلت حتى ما وصلت. شلهم شو العلاقه الشعب؟ انتم متخاصمين على موضوع المحاصصه، هاي الك وهاي الي، هاي الوزاره الي وهاي الك. شو العلاقه الشعب بانه يهدد السلم الاهلي؟ والله لان انتم ما حصلتوا على مناصب هاي الكتله او ذيك الكتله، وبالاخير راح تقعدون سويه وتتفقون، وكل من ياخذ حصته من الوزارات ومن الدوائر ومن اموال العراق. شو العلاقه الشعب بتهديد السلم الاهلي؟ طبعا بعد او عقب انتخاب رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان لدوره ثانيه في الجلسه الاولى لمجلس النواب الاسبوع الماضي، طبعا رغم رفض قوى الاطار التنسيقي واللي يظن قوى سبق ان اعترضت على نتائج الانتخابات، المسؤول الامني لميليشيا حزب الله كذلك وهو ابو علي العسكري اللي كان يعني مرشح للانتخابات ضمن حركه حقوق، هدد ما وصفها بايام عصيبه ستمر على العراق، وذلك بعد مصادره كما قال حق الاغلبيه والسير وراء الاراده الخارجيه بحسب وصفه. كتب أبو علي العسكري في تدوينه له على تليجرام، قال: بحت أصواتنا وهي تنادي بإرجاع الحقوق لأهلها، وحذرنا مرارا وتكرارا من خطورة مصادرة حق الأغلبية والسير وراء الإرادة الخارجية. وأضاف: بحسب المعطيات الميدانية والتقديرات الأمنية فإن أياما عصيبة ستمر على العراق يكون الجميع فيها خاسرا. طبعا هذه المرة الثانية التي يصدر فيها العسكري مثل هذه التغريدة، وقال عقب إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة بأن أطراف خارجية وداخلية عملت على تغيير النتائج، وبأن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي هو عراب التزوير، كما أشار إلى أن النتائج الأخيرة قد تؤدي في النهاية إلى تهديد السلم الأهلي. ليش الجماعة دا يهددون بالسلم الأهلي ويهددون سلم المواطن العراقي اللي أصلا هو ما راح للانتخابات؟ أنتوا عندكم حصص تتقاسموها بيناتكم، طولت الحكومة بعد شهر بعد شهرين بعد ستة أشهر بعد سنة راح تقعدون تتفقون. ليش أنتم تسوون هذا الشيء؟ وحتى البارحة اللي صار بقصف المنطقة الخضراء وانصابت امرأة وطفلة، شنو ذنبهم؟ شنو ذنبهم وشنو ذنب الشعب بمشاكلكم حتى تهددون السلم الأهلي؟ هي الناس تريد تأخذ نفس، تريد تأخذ نفس على الأقل وقت بعد كل هذه المشاكل. يعني كل فترة الجماعة من يتخاصمون ويزعلون بيناتهم تحدث هذه الأمور، تفجيرات هنا وهناك وتصريحات تهدد السلم الأهلي، مجازر تحصل مثل ما حصل في قرية نهر الإمام، مثل ما حصل في جبلة، مثل ما حصل في كثير من المناطق في العراق في الفترة الماضية. فالتساؤل: لماذا تهدد بعض القوى والميليشيات السلم الأهلي في العراق؟ معنا أبو عمر من بغداد. أبو عمر، ليش هذه القوى والميليشيات تهدد السلم الأهلي؟ قضية سياسية بها تزوير عندكم أنتو؟ شو القضاء؟ تصريح هذا العامري السابق يقول القضاء احنا نضغط عليه واحنا مسيطرين عليه، والحكومة لكم، الشعب شو العلاقة حتى تهدد بسلم الأهلي؟ تفضل أبو عمر. حياك الله أستاذ عمر. حيا ودوم، يا هلا بك، وحيا الله قناة الرافدين وحيا الله مشاهديها. اهلا وسهلا بك. اي اهلا وسهلا استاذ عمر. بالنسبة سلطة الاحزاب او الحكومة الاحترامية اللي نسميها حكومة، فاذا كانت حكومة هي احترامها للشعب، ما تقيم انه تهديدات على ابناء شعبها وعلى الناس السلميين اللي يريدون حقهم كوطن، هذا يعتبر كعنصرية وطائفية، يحبون ما انفسهم والأجنة اللي دازتهم من إيران وبعض الدول اللي هي جاي تخدم المصالح العامة لهم، فهذا يعتبر تهديد لأنه الشعب العراقي ما يريدهم،
ما يحبهم، ما يطاوعهم، ما انه بعد الكذب الاكاذيب اللي جاي كذبوه 18 سنه بعد ما راح تمشي على الشعب العراقي، لانه الشعب يعرفون ما يريدهم ويريد يخوف من عندهم هاليوم قبل باكر. انتم يا احزاب السلطه كثره الاحزاب يعني من هذه العقد تعيش الغزه عليهم وقت الصدر وكلهم اللي الموجودين بسلطه الاحزاب، يعني من جد تعاركون على المناصب على هاي. انتم ما حاسبتوا ما بينكم انه شنو ذنب هاي الناس اللي صارت السنين معتقليها؟ ما حد فيكم طلب ملف النازحين؟ ما جبتوا شنو الاسباب اللي احنا جاي نتعارك ابناء الشعب العراقي نصه مسجونين بالسجون ونصه مهجرين واللي قتلوا المظاهرين؟ ما حسبتوا من احد من عندكم ليش قتل هذا قتلوا شبابنا؟ ليش ثوره تشرين ما حققتوا لها مطالب وهي من المطالب الرئيسيه لتكوين دوله عراقيه بحق الحقيقي؟ فانتوا ما تعبرون بانه الشعب شيرين، فهذا التهديد اللي قاعدين تهددون تعرفونكم نهايتكم قربت، لان الشعب العراقي ما يريدكم. انتوا ناس قتله دمرتوا ابناء الشعب. هذه التصريحات ابو عمر، هذه التصريحات الا تدلل كما يقول البعض بأن التفجيرات السابقة زعزعت الملف الأمني هو بسبب خصومة الأطراف السياسية في العراق، هي المسؤولة عن هذا الأمر حتى تصل إلى 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 غاياتها وأهدافها المصلحية؟ أستاذ أمار يعني هم من دلون يعرفون أكو من وراء من هذه التفجيرات وهاي الأعمال الإرهابية اللي قاعد تصير عندنا. زين أنتم من تصير مشكلة إذا كان بالأنبار إذا كان بالديالة، ليش تروح قواتكم الأمنية قوات الحج الشعبي اللي تروحون المناطق تطهير المناطق وعثرنا على داعش وعثرنا على أسلحة وعثرنا على فلان وفلان فلان وقوات الأمنية متواصلة؟ ليش من تصير عندكم هاي الأمور ما تأثرون عليها وتعرفون بيها من أسباب؟ قبل يوم انطلقت صواريخ على منطقة الخضراء بالدورة، طيب أكو هناك قوات أمنية وكاميرات حرارية وكل شيء موجودة، ليش ما عثرتوا عليها وليش ما لقيتوا قبض عليهم؟ أنتوا هاي الأمور كلها تعرفوها فيما بينكم اللي جاي تسوون هاي أعمال الشغب، أعمال الإرهاب. ليس انه مش داعش، انتوا ايضا مش داعش اللي قاعد تضربون. شنو ذنب العوائل اللي قبل يومين انه يعني الهدف الا ترى بان الهدف من هذه التهديدات هو للوصول الى ما يريدونه من مناصب من حصص في تشكيل الحكومه الجديده؟ استاذ عمر اكيد اكيد طبعا هاي التهديدات، لانه هم قاعدين يهددون. ليه يهددون شخص او ناس معارضه امامهم؟ يهددون 38 مليون من ابناء الشعب العراقي، فهاي هذا التهديد يعني عيب عليهم وما يجوز ان يهددون، لانه الشعب العراقي هو اللي يحكم الاول، هو الحاكم. فانتم خدم او ناس موظفين الشعب العراقي، فما ممكن. انا اشكرك ابو عمر من بغداد، كان معنا ابو عبد الله من السليمانيه. ابو عبد الله، لماذا تهدد بعض القوى والميليشيات السلم الاهلي في العراق؟ تفضل ابو والله. الميليشيات دمرتنا ولا تخلينا نرد لبيوتنا ولا عبد. اي والله، هذول يسمونهم جيش المهدي على اساس كرايه السلام، مو يقولون زينين هم على اساس فازوا. والله هم انقص ما خرج. اللهم ليش ابو عبد الله؟ شنو اللي صار؟ والله ما يخلون نرد، حتى يجون ياخذون يذبحونه. انت نازح؟ والله صار لنا نازحين الملك رادة سنوات. من يوم منطقه انت نازح؟ ومنو ما يقبل يرجعكم لمناطقكم؟ حتلو يقول لنا ارجع بالليل يشيلوننا يذبحوننا. من يوم مناطق انتوا ابو عبد الله نازح؟ من الفرحاتيه، قبل كم شهر مذبحوا 20 واحد. نعم. اي هم ذولا العصايب مال عداوات عشائريه من خسره يسمونهم البحمود. اي جابوا العصايب وذبحوا من ربعنا من الجيستات تقريبا لا ما يقارب 10 من الرفيعات، وكم من ضمنهم خطار هم يموت. اي نعم. والله ما يخلونا نرجع. منو لازم منطقتكم حاليا؟ اللي لازم منطقتكم منو؟ لازم منطقتنا جيش المهدي هم السرايا. اي
اي وخذوا حتى واحد مره بعنا والله عسكري وخذوه لليوم ولا كثير بس اللي اعرفهم من 50 واحد خذوهم يعني من طبوا الخراسانيين والعقايد وسرايا السلام وكثير من وياهم حتى شايب من ضمنهم ذبحوه اعدموه بس بيته خذوا مسكين فذول يسمونه الخراسانيين زين شو يقولون يعني ما حد مثلا من وجهاء المنطقة كذا التقى بهم شنو ردهم يعني هم طائفيين ما قدر أحد يحصل منهم أي رد بهذا الموضوع لا والله من يقدر ما حد يقدر يحكي وياهم لا والله صارت سنة 9 سنوات إحنا نازحين الله يعينكم الله يعينكم والله نشتغل حتى يوم ذكرات يكونون بعض مرات ما ينطون حد حقنا حد ناسنا ياخذون يمهم زين حاليا انتم قاعدين بمخيمات لو وين؟ انتم قاعدين بمخيمات لو وين؟ لا والله مزارع نعم نشتغل فلح احنا من اصلنا قاد فلح لا اميين لا نقرا ولا نكتب الله يعينكم اي والله حجه هذا عندي جهال حجه ناسي ما عندهم اسوي اقرب محامي قبل فتره للاسحاقي الاستخبارات اللي يريدون فلوس يلا يوقعون الهويه جماعه الاسحاقي هم طائفين حسبت نجمع يسمونهم زين اكلكم شربكم عندكم شيء تناجدون حتى المنظمات الانسانيه تسمعكم وتوصل لكم لا والله شنو مطالبكم؟ منظمات ماكو تجي نحن نشتغل فلح اي عندك الاسحاق على اساس يعني هذول جابين الاسحاق يتجمع حتى يتجمع يسمونهم هم طائفيين يعني تروح معامل يمهم انا اسوي للمحامي وصار على مود كتاب هذه اسوي بطاقه سكن على مود اسوي جلاسه زي هذه ما يمشون الا يريدون فلوس برطيب نعم عيشتكم شلون بشغلكم بالمزارع ابو عبد الله والله عيشتنا مثل نشتغل يمهم والله واحد اشتغلت يمه ما انطاني حد حقي ترى احسي اطلع اقول اجي على خارج السيطره يجي على خارج السيطره وانا اروح قاعد يذبحوني اظل هان والله عيشتنا عيشه سلاب حشات لا محشوم زين أيوة. شنو ناقصكم؟ والله ناقصنا كل شيء ما عندنا احكي حتى يسمعوك المنظمات الانسانيه شنو اللي ناقصكم؟ شنو اللي تطالبون؟ اي حتى فراش يلا نملك ثلاث بطانيات كل شيء ما عندنا حتى هاي القنين يعني ابسط شيء يعني كل عراقي يمسك احنا ما نمسكه نعم اخوي ذاك اليوم جاء طفل ومن البلد مات الله يرحمه ويعوضه ان شاء الله الخيرين يسمعوك ان شاء الله الخيرين يسمعوك ابو عبد الله ويوصلوا لك انا اشكرك ابو عبد الله من السليمانية ابو مصطفى تفضل ابو مصطفى السلام عليكم ابو مصطفى وياي لو منو جد ابو مصطفى ايه الو وياك اسمعك منو وياي ام مصطفى لو ابو مصطفى انا بنت ابو مصطفى ايه احنا انا بنت ابو مصطفى اخوها أنا وياك إيه ماشي أختي أنت إحنا اتصل علينا رجال اسمه أبو مصطفى أنت حضرتش منه تلفون أنا أخت مصطفى أنا أخت مصطفى أي تمام حكينا شو اسمك بيا منطقة أنت حتى نتابع وياك الكلام هديل من عوانه تمام تفضل يا أختي هديل عيني إحنا على مود مركز قرينا الرزازة نعم هاي صار لأخويا من 26/11/2011 لحد الآن كل شيء ما نعرف يعني بيتين طيبين أخذوهم لخبر لا يعني أريد نعرف عنهم خبر من أخذوهم وهاي وينهم وين راحوا بيهم أخبارهم شقد عمره شقد عمره يعني أخوك هو مواليد 88 إيش وقت أخذوه بيا سنة قلتي 16 26/11/2015 عنده أربع جهال متزوج وعنده أربع جهال نعم والله يعني تعال شوف حالهم يا
يعني هو يعني هو طلع منا طلع من ورا داعش نظام هم طلعين من داعش طلعوا منا يتلقوهم طيب ارتقوا الضغط ما خلوا شاب ما خلوا عائله اخذوا الشباب كلها نعم هم غير طلعوا من داعش ليش كان بالمفوض يوم الانتخابات طلع من ورا داعش وفترة الرزازة نزلوا والله انت منك سألي انت شنو مشتغل فقال لهم انا سايق بالبلدية يقولوا له يعني تتعامل ويا داعش يا معودين والله ما اعرف داعش اي شيء ما له علاقة لا بجيش من وصل لكم من وصل لكم هذا الكلام يا كلام هو ويانا غير احنا طلعنا وياه انتوا كنتوا وياه وبعد ياخذوه منو اللي اخذه بالسيطرة؟ جيش شرطة منو اللي اخذه؟ سيطرة الرزازة تمام منو اللي أخذت كان واقف هناك والله قالوا يعني من سألنا منو هذول قالوا اللي سمعناه كتائب حزب الله بس ما نعرف يعني صحيح شبابنا اي راجعتوا على السجون مراكز شرطة جيش شرطة ايش قالوا الجرطة الصخر أكثرهم يريدون فلوس واللي نطيناهم يستلمون الفلوس وينهزمون ما نعرف بعد ايش يعنيهم يقولون موجودين زين موجودين صورة صوت الرجل جليل مستمسك ما نطينا أكثر من واحد فلوس ياخذ الفلوس وينهزم نعم زين احنا نريد نعرف اذا موجودين يعني اللي يطلبون عليهم فلوس احنا ننقذ بس نريد اخوي نريد ابننا يعني جهالهم كبرا بدون لا حول ولا قوة الا بالله هو مو بس هو يعني كثيرين من قرايبنا اخذوا لا واحد ولا اثنين. نعم. زين ما خليهم لازمين بس نريد نعرف طايحين ميتين يراجعوهم ما يراجعوهم نريد نعرف يعني بس خبر عنهم. الله يعينكم اختي هديل ويفرج عن جميع المعتقلين المغيبين الابرياء هاي. هذا حال العراق اللي تحكم هذه الطبقة السياسية اللي تهدد بسلم الأهلي إذا ما حصلت حصصة بالحكومة ويحكوا لك بالديمقراطية يحكوا لك بحقوق الإنسان يعني حتى إذا كان مجرم حتى إذا كان قاتل بالقانون يعرض على القانون ويحكم القضاء إذا كان هناك قضاء نزيه في العراق هاي مآسي المغيبين في العراق تكتب فيها مجلدات ما تكفي الرزازة والصقلاوية وبصلاح الدين وبجرف الصخر وهذا مسلسل القتل في العراق من العام 2003 ولغاية الآن هاي بفضل الديمقراطية الأمريكية اللي جابت معها هذه الطبقة السياسية معنا اتصال ياسر من كربلاء ياسر لماذا تهدد بعض القوى والميليشيات السلم الأهلي في العراق تفضل ياسر يقول احنا ندر الوطن باعوا لليهود وعندنا حكم الدين هو المنتصر وجت ناس تنحسب على المسلمين تاجروا بالدين بس مرخص سعر ذول واحد ما يأمنهم عراق العراق بدمتك يا ابو عداي قوم شد حيلك على الله وعلى الرسول قوم على الكفار ما نقبل عذر خوف لي خاف على روحه من الرصاص مرجعك مولاي لابد للقبر الميت موت الله لو مي الشهيد اثنين الميت قلش تنتظر أنا ياسر من كربلاء أخي العزيز السلام عليكم والسلام على العراق المظلوم أخي العزيز من تقصد بالقصيدة أبو عداي أو أبو عدي على هذول الحرامية اللي اسمه العراق وأول إنسان رجال كربلائي تمام زين احنا تساؤلنا الرئيس اخي ياسر ليش هاي القوة والميليشيات اليوم بتهدد السلم الاهلي اليوم دعت تضرب المنطقة الخضراء ضربت مقرات احزاب في بغداد تصريحات بانه السلم الاهلي في العراق مهدد بالخطر شو العلاقة الشعب اللي اغلب ما راح انتخب شو العلاقة بمشاكلكم وتقاسمكم للسلطة أخي العزيز كله خطة أمريكية هاي وكله خطة إيرانية تقبل الله أنا عندي موضوع أنا عندي أطفال نعم اليوم نايمين والله شاهد ناموا بدون عشاء لأن رجال لا عندي راتب رعاية لا عندي والله عليك لفت الاتصال أخاف أتجاوز بحكاية
الله عليك لا تسد الاتصال اذا تجاوز بحكايه. لا اذا اليوم سب وغلط مريض اخي ياسر، شنو مشكلتك اشرحها على الهواء مباشره. انا ابن عشاير ما راح اتجاوز، بس انا عندي جهال، عندي جهال، نام اليوم بدون عشاء لان لا عندي راتب رعايه ولا عندي مساعد، بس رب العالمين العدة واصلة بالدولة وعدة واصلة ويتبع بدر وإيران عينوه من باكر أخويا العزيز. بعهد المالكي تهموني قالوا لي أنت بجيش المهدي، تهموني تهمة، ورائد علي هو نسيب المالكي روان نجوم الظهر، سنتين أنا بالتوقيف، هسه لزموها الصدرية ورائد علي خوش هو نسيب المالكي تعرفونه كل الزين خوش. قال يلا تهمون عن الجيش المهدي، وقلت لك سنتين فلقوا كهرباء وشلعوا ظافري، هسه خلي يسوي لي راتب رعايه عمي ما رد منهم، راتب رعايه يا اخي طب بيتي 100,000 بالشهر الحمد لله والشكر. شنو شغلك قبل ما تصير عندك هاي القضيه؟ والله خالي والله العظيم مظلوم، لا تعين ولا رعايه وكل شيء ما عندي، بس رحمه الله الواسعه. ونعم بالله. شغلك شنو كان مهنتك؟ والله خالص انت اشتغل بالبلديه شيخ بن حسين، انت اشتغل بالبلديه عقد يعني عقد؟ لا والله اجور يومي، اجور يوميه. وما قدرت ترجع؟ ما حد يرد يعني الا واسطه خالص. هسه عندنا احنا العتبه العباسيه والعتبه الحسينيه قام يعينون ابن عمك واخوك وخالك وقرايبك، والفقير جهله نايمين بدون عشاء، والحمد لله والشكر. وانا اشكر هاي قناتكم واشكركم. الله يفرج عنك ياسر ويفرج عن جميع العراقيين. ياسر من كربلاء كان معنا. معنا ابو فلاح من الانبار. ابو فلاح، لماذا تهدد بعض القوى والميليشيات السلم الاهلي في العراق؟ السلام عليكم. وعليكم استاذ. السلام ورحمه الله، يا اهلا بك استاذ. هاي الميليشيات هي قبوضا مؤامر على العراق كله، على الشعب العراقي، بين ان يصفون حسابات بحجه داعش بحجه امور اخرى بحجه يعني يريد يرجع الشعب الى الوراء. يعني هم ما يعترفون لا بالقانون ولا بالدستور، ما يعترفون بالقتل، هي مجرد هم يعني شلون يريد يصفون الشعب العراقي بالثورة الطائفية. يعني هم اللي يتحججون يقول انت داعش وانت هذا داعش وانت شنو تقول. يعني هم نسوا بال 2014 يركبوا اسلحتهم وعداتهم لداعش، اربع فرق غيرها وغيرها، وداعش اللي يستخدمهم واللي عبرهم سوريا هسه يجون على الاهالي. الاهالي شنو يقولون؟ لكن هي مؤامرة على الشعب، يعني مو خوش انت خوش انت مو خوش، هي ما زالت مواطن عراقي لازم يكون حجة عليك. يعني الحل اذا تعيش بلا تحمل، اذا ما تحمل تتاخر. يعني هي كلها مؤامرة علينا. يعني وهسه اذا اشوف نتائج انتخابات هاي كذب، يعني هم ما يعترفون بالنتائج، يعني هم مجرد اهل اللي عنده واسطة اللي كانوا فاسدين ينصبونهم بحجة يعني التشكيل وما ادري شنو. نعم. زين شلون يحكون بالتداول السلمي للسلطة وبالانتخابات وب يعني الحفاظ على سيادة السلم الأهلي للبلد؟ يعني إذا أخسر أهدد السلم الأهلي، أفجر، أضرب، أطلق صواريخ، إذا أفوز لا خلاص لازم أنه الحياة أو الأمور تمشي مثل ما أريد أني. هم شلون على حسابهم، يعني ماخذين يعني على حساب الشعب، على حساب ضحايا الشعب العراقي ومعاناته من سرقه اموال الشعب العراقي، من قتل، من تجوع. يعني هم يريد يفرضون قوتهم سيطرتهم، يقول احنا بالاول يريد يفرضون سيطرتهم، يقول لك احنا اقوى وما ادري شنو، لو تسوي هاي الاخت كانما يعني مال ابوهم. يعني هي شلون محاصصه، يعني يحكون بالسلم. هم ليش سووا؟ يعني هم ما يعترفون لا بالقانون ولا بالسلم ولا بال، يعترفون يعني بالواسطة، يعني شلون اقول لك بالقوة، يعترفون بالحق. انا اشكرك يعني ابو فلاح من الانبار كان معنا. زيد من بغداد. زيد، لماذا تهدد بعض القوى والميليشيات السلم الاهلي في العراق؟ واحنا استمعنا الى تصريح عالية نصيف وشملت المكون السني والمكون الكردي، وهددت السلم الاهلي، يعني قالت انه السلم الاهلي مهدد لانه احدثوا الشرخ في البيت الشيعي كما قالت، أو في المكون الشيعي. يعني هي حتى ما سمت أنه موضوع كتلة أو حزب معين بهذا الأمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك يا أستاذ عمر. أهلا وسهلا، يا أهلا بك. والله أستاذ عمر هي المشكلة بالأكراد. شلون هم الأكراد هم أهل الحكمة. شلون
يجلسون هو رئيس الجمهورية برهم صالح مسعود البرزاني هم ذول الأسسوا للإرهاب هم القتلوا المتظاهرين ودمروا العراق تدمير كامل. شلون قتلوا المتظاهرين بالله؟ شنو الدليل اللي عندك؟ هي القوات اللي البيشمركة كانت متمركزة بالبغداد اللواء الرئاسي. هو اللواء الرئاسي لو اللي كانوا تحت هو اللواء الرئاسي. من القائد العام للقوات المسلحة؟ القائد العام للقوات المسلحة مغلوب على أمره. شلون مغلوب على أمره؟ يعني القائد العام للقوات المسلحة اللي بيده صلاحيات واسعة هو المسؤول عن كل هذه القوات، ما بيده شيء، ورئيس الجمهورية بيده شيء. احنا تساؤلنا اليوم ليش تهدد هذه القوى والميليشيات السلم الاهلي في العراق؟ ما هم اذا انت تتكلم على الاحزاب الكردية، ما هم متفقين مع بعض من 2003 على تقاسم الحصص. استاذ عمر، الاحزاب الكردية عندها نفوذ قوي ببغداد. يعني انت ما تقتنع بان مسعود البرزاني هو من زمن صدام هو موجود، عنده نفوذ، عنده علاقات. ايه، انت شنو رايك؟ انا ما اعطي رايي هنا، انا مقدم برنامج. انت يعني برنامج يعني اسمه يعني صوتكم، تمام؟ انت والاعلامي لا يعطي رايه. انت قول شنو؟ انت كاعلام شنو رايك؟ يعني مسعود البرزاني سياسي قديم ام جديد؟ هذا مو رايي، هذا واقع. هذا واقع. مثل ما كانوا اللي برا العراق في ايران وفي لندن هم موجودين من السبعينات والثمانينيات والتسعينيات. هذا لا يحتاج الى راي. ما عندهم نفوذ قوي بالعراق. ما جاوبتني على التساؤل، لم تجاوبني على التساؤل بتهديد السلم الاهلي. ليش تطلع علي الصيف وابو علي العسكري وغيرهم من جماعه الاطار التنسيقي ويهدد السلم الاهلي؟ لو نفوز لو السلم الاهلي يتهدد. استاذ عمر نعم، السلم الاهلي متهدد مو اليوم ترى. تمام انا وياك تمام، لكن متهدد من هذا يوم. هذه التصريحات في كل بعد كل نتائج انتخابات للحصول على حصص، يعني هذا ألا يؤكد بأنه هؤلاء الطبقة السياسية هم من يتلاعبون بأرواح العراقيين؟ شنو رأيك؟ والله رأيي مثل رأيك أستاذ عمر. أنت قلت لك أنا أنا دا أسألك وأنت جاوبني. أنا رأيي هو هذا الصحيح. أنا أشكرك. زيد من بغداد كان معنا. أبو أحمد من ميسان، أبو أحمد لماذا تهدد بعض القوى والميليشيات السلم الأهلي في العراق؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أشكركم. أهلا وسهلا قناة الرافدين. يا هلا بك. اللهم يبارك بكم. يا هلا بك أستاذ عمر. أنا حاكيك وناجدك من العمارة. تفضل. وهاي السبق وإن هاي مناشدة ثانية. احنا العراق انباع من 2003 في دور وحده بعد ما يرادل الشيء. العراق انباع من 2003 ظلينا ضحايا. احنا ظلينا ضحايا بعد ما بقت من شيء. احنا انتهينا ما إلا بس الله سبحانه وتعالى ونعم بالله. بعد هي استلمتها الناس ما تخاف الله. ما انظلمنا يا استاذ عمر، انظلمنا. انا انظلمت العالم تسمعني، الناس الخيرة. بعد انا ما ناشي الدولة ولا اناشي قناة الرافدين، لان هذا موضوع وهذا برنامج صوتكم، واريد من الله ومنكم والمدير قناتكم يسمع صوتي. هاي المره الثانيه انا اشدكم. عندي مرضى ومحد مر بحالي، ولا وزاره اعتنت بي ولا اداره روحنا تعتني بي. وانا رجال 59 سنه عمري استاذ عمر. 59 سنه عمري و124 الف فقط. 124 الف. شنو الحاله الصحيه مال اولادك الله يشافيهم؟ عندي شلل دماغ طفل عمره 9 اشهر صغيرون يكسر الخاطر. الله هيك قاعد ببالي وبوعدي الله شاء. وعندي ثاني امه بحاجه لعملي فين كفيلك الله واهل البيت بعد. وانا الناس تسمع ما لا خاطر ليش وزاره ولا اريد ان اناشد
اي اناشد قناه الرافدين هي تطلع حقي، هي تطلع حقي قناه الرافدين لانه قناه فقير صوتكم، واريد مدير قناه يسمعني وقاعد متجاوز وراتب 124 وعز مرضى لا حول ولا قوه، واريد ايد موت تحت اشراف الموت انا لان ما عندي معين الله شاهد. وريد القناة تسمعني قناة صوتكم، مدير قناة صوتكم قناة الرافدين البطلة تسمعني، لأن أنا إذا عراقي فتسمعني، وإذا مو عراقي بكيفكم بعد. إن شاء الله الخيرين ما يقصرون وياك أبو أحمد من ميسان، وسأل الله أن يشافي أولادك ويعافيهم. أبو أحمد من ميسان كان معنا. معنا أبو مروة من كربلاء، تفضل أبو مروة. شكرا اخي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله الكريمه. يا اهلا بك. لماذا تهدد بعض القوى والميليشيات السلم الاهلي في العراق؟ هذا الجواب عليه بسيط اخي، التهديد هو لو العب لو خربط الملعب، هذا بسيط اخي، جواب معروفه ومن زمان. انا كمواطن من قبل 15 سنه او بدايه العمليه السياسيه قلت احنا راح ننتهي بهاي النهايه. فكانت اللي مغطي على هاي الامور الاصوات السابقه كل اربع سنوات كل دوره انتخابيه، هسه الاصوات شلون كان يحصلوها كذا، لكن هسه ما اعرف شلون الرقابه زادت من الامم المتحده من كذا بينت المشكله. بس انا والله ماساك والله، يعني 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 سياسي العراق إذا هم فعلا سياسيين ما يسمعون هاي المأسات من هذول المواطنين، هذول مو خطية، هذول مو شعب. يعني يعني أنا لما قاعد أستمع والله تأخذني الغيرة وأريد أتصل وأبعث برسالة إلى كل من يهم هذا الأمر، ولكم أنتوا إلى متى؟ مو عيب؟ مو فشلة؟ أنتوا شو وقت تبنون دولة؟ مو صار شهرين أو ثلاثة شهر على الانتخابات مالتكم اللي أنا ما أؤمن بها أبدا ابدا. ايش وقت تسوون حكومه؟ شو بس حايرين بنفسكم؟ البيت الشيعي والمشكله اكو بعض الاصوات يتصلون يذبها براس الكردي وبراس مدري منو. اخي مو تقولون البيت الشيعي الاكثريه، هي مو الاكثريه، مو عدد اصوات بمجلس النواب، هي مو القرارات ايش وقت يشرع من مجلس النواب حسب وجود الاكثريه. يا اخوان على كل الرصيد اخاف يخلص اخي، وشكرا جزيلا. اشكرك ابو مروه من كربلاء كان معنا. خلونا نشوف صور لتفجير مقرات لتحالف تقدم وعزم اللي صار البارحه في مناطق متفرقه بالعاصمه بغداد. نشوف هذا المقطع ونرجع لكم. توقف هنا انا عليها شغل. اثنين شمرو. يلا كب رجعها طبيعية. طلعوا قبا؟ طلعوا قبا. طلعوا قبا على الجسر. ما اعرف رمانة شمرانة ما ادري عبا طقت علينا والله ما نعرف. هاي نهجم المقار. نعم. معنا أسامة من كركوك، تفضل أخي أسامة. السلام أهلا عليكم. بك. وعليكم السلام ورحمة الله. ليش بعض القوى، والله الحمد لله الله يسلمك، ليش بعض القوى والميليشيات بالعراق تهدد السلم الأهلي في هذه الفترة؟ أستاذ مرة أشكرك أستاذ عمر وأشكر كل المتصلين وأشكر القناة على هذا البرنامج القيم. الله يسلمك. أستاذ عمر، بالنسبة للسلم الأهلي العراقيين من يومهم السبع يوم متأخرين متحابين، لكن اللي وجد هذه السلمة الطائفية والقتل كل الأحزاب كل اللي اتفقوا متفقين على رأي واحد أنه هي الأحزاب، وإن شاء الله بحول الله تعالى إن شاء الله الله يشلفهم من عندنا ويخلصهم ونخلص العراق من شرهم وبلاهم. وثنين بالنسبه لهذا مجلس النواب مو النواب، اترجاك استاذ عمر لا تقولون انه نواب، قولوا نواب. لا سيلك فانا يكذبون على الناس، هو لو كان يحب الموت
عشان موتوا انفسهم لدى الفقراء، هم سمعت عارفين شوف وهاي الصور المقززه لا طلعوا الصور دول النهار القليلين على حرمك يشوفون شاشه قناتكم، دول مجموعه نهار ما جاءتها يبنون وطن. يعني تو الاخ اتصل من السماوه حالته الماديه ضعيفه، الاخ ابو عبد الله من السليمانيه يقول مهجر وين حظي، يعني ما يتحجون على حل الناس ما يتحجون، يعني اذا متى تاخذهم يعني الانسانيه ما عندهم شعور، يعني وين عايشين؟ هم داخلنا كل من يريد المنصب له والوزاره الفلانيه والمدير العام له والنائب له وهم ايش تتغير؟ راح الحلبوسي وجاء ملاكه ما تغير كرسي استاذ عمر. واني اشكرك مارك اطيل عليك حتى افتح المجال الباقي. شكرا لك اسامه من كركوك كان معنا. علي من الناصريه، علي ليش تهدد بعض القوى والميليشيات السلم الاهلي في العراق في هذا الوقت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يبارك ربي يحفظك. اهلا وسهلا بك يا اهلا بك. اشكركم واشكرك الله يحفظك بعد قلبك. الله يخليك. والله هاي بالنسبه للاحزاب دمرتنا، دمرت الشعب العراقي، دمرتنا يعني دمار القران الكريم. يعني احنا من الناصريه. نعم. يعني وجاي نطلع مظاهرات وقتلوني ولعبوا بينا جوله، يعني هاي ما تعرف منين جايه، من ايران من امريكا مؤامرات على العراق، يعني ما نعرف منين ما منين جايتنا الله شاهد. واحنا ناس تعبانين وضعنا تعبان، الشعب العراقي كله تدمر من الشمال للجنوب. شفت لك شارع زين، شفت لك يعني منطقه فد حلوه، شفت لك يعني الشعب مرتاح، الشعب من الشمال للجنوب كله متبهدل وضيميا حاله وهلكان هلاك، يعني واي شيء ماكو اي شيء. يعني جاي احكي على العموم، يعني اكو ناس تعبانه، دمرت هاي الاحزاب دمرتها دمار، هم جاي يتعاركون على الكراسي وكل من يريد الحصه له المحاصصه وكل من يريد ياخذ المكان له. نعم. يا اخي يعني ايش تحكي ايش تقول؟ يعني ما تناشد من تحاكي من ياهو بيهم شريف تحاكي قل المن. نعم. يعني تحاكي من يعني هسه صوتي مثلا اريد اواصل يعني احاكي من يا تحاكي يا تعرفه هو اليوم هو المسؤول، يعني ماكو واحد يشوف مسؤول بالبرلمان. يا اللي كذا يقول انا ويطلع تالي ما تالي مو هو يبوق ياخذ له كم مليار وطفر. كله خارج العراق الله وكيله. يعني علي بس ياخذ المليارات كمل نفطاته حطها بجيبه ومليارات وطفر، كمل هناك شركاته خارج العراق وجهز ورجع كمل شغله باق منه وطفر خارج العراق. احنا علينا بس الضيم والضرايب اكو غير هاي. وانا اشكركم واشكر قناتكم هاي قناه الرافدين. شكرا لك اخي علي من الناصريه. معنا ابو علي من البصره، تفضل ابو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك استاذ عمر. نعم. احنا بالنسبه كشيعه ما عندنا مرجع يحلل الانفجار او قتل المسلمين هاي من المستحيل. عندنا المرجع الاعلى السيد علي السيستاني محرم كل قتل المسلمين. نعم. والنقطه الثانيه استاذ عمر. نعم. ماكو خلافات بين الاحزاب او السياسيين الكرد او السنه او الشيعه. بس حقيقة أكو تأثيرات خارجية اللي حقيقة تسوي الخلافات. وبالنسبة إلى عادل أنصير، عادل أنصير هذه تصريحات فردية يا أستاذي. تسمعني أستاذ عمر؟ نعم نعم. هذه تصريحات، هذه تصريحات فردية. أبو علي أبو علي اليوم اليوم أبو علي أبو علي أبو علي حتى بس تكون الصورة واضحة عندك. احنا عندما تحدثنا وعرضنا المقطع عاليا صيف لا تمثل الشيعة ولا السنة ولا الكرد. احنا تحدثنا بأنه إن كان عاليا صيف ولا أبو علي العسكري ولا جماعة الإطار التنسيقي ذولا يمثلون أحزابهم وشخصياتهم، لا يمثلون المكون كله، بس هم دا يهددون السلم الأهلي العراقي كله. ليش هم الجماعة هم شركاء في العملية السياسية من 2003 ولغاية الآن وما شاء الله متقاسمين هالمليارات وهالمناصب؟ ليش لما يتخاصمون كل مرة ويجون يهددون السلم الأهلي ويفجرون هنا ويضربون هنا، شو العلاقة الشعب حتى 15% ما راح بالانتخابات؟ هم يمثلون أنفسهم طبعا، بس ليش يهددون السلم الأهلي؟
نعم أستاذ عمر. نعم أبو علي. يعني سابقا كانت المظاهرات بالأنبار وشيوخ الأنبار اللي هددوا إشقد سلم السلم إشقد هددوا، وإحنا نقول عليهم ناس ثوار وتاليها دخلوا لنا داعش ونقول عليهم ثوار، ليش ما نحكي عليهم يا أخي شيوخ الأنبار؟ ليش ما نحكي على أنا دا أحكي، أنا دا أتكلم بال 2022 على حدث صار اليوم. لو تريدني أسوي لك فيلم وثائقي قبل 8 سنين شو تريد؟ لا لا احنا خلنا نحكي إذا كان يا أخي أنت ليش تعرف الموضوع؟ ليش تعرف الموضوع؟ ليش تعرف الموضوع؟ طبعا طبعا احنا ما جايين في قناة الرافدين ندافع عن حزب أو شخصية سياسية، كان من يكون خليها ببالك عود، يعني خليها ببالك ابو علي، خاف ما تعرف. لا عندنا حزب، لا لا اعرف، ولا عندنا عضو برلمان، ولا عندنا وزاره الحمد لله حتى ندافع عنهم. احنا بدنا ننقل ما هو الواقع في العراق. انا اشكرك ابو علي من البصره، انتهى وقت البرنامج، وصلنا الى نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين، شكرا لكم والى اللقاء باذن الله.